بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. النهاردة هعمل محشي كرنب، بس الكرنب وهبدأ أعمل تتبيلة المحشي. حطيت بصل على فلفل أخضر على فلفل أحمر، 3 بصلات كبار، وحطيت 2 معالق زيت على 3 معالق زيت بخار، نضيف 6 فصوص ثوم عليهم 3 قرون فلفل حراق، وهضيف بابريكا وكركم وفلفل اسود وملح وكزبره وكمون و7 بهارات وملح. ضربة طماطم هضيفها، واحط 2 معالق سكر كبيرة، واضيف الصلصة، ناخد طبق صلصة صغير واركنه على جنب، بس سبكت تمام، وحط الرز وقلبه تقليبتين، وبعد كده لما الصلصة والرز يبردوا تماما ابتدي اضيف الخضرة عشان تحتفظ بلونها. وعملت محشي كرومب وجنبيه طماطم وفلفل وشوية ورق عنب. وخلصنا كده المحشي ونروح بعد كده نسويه. ده طبق من الصلصة اللي احنا حطيناها على الرز والخضرة، هحطها على الشوربة. دي شوربة ماجي، دوبت 2 مكعب ماجي في شوية مية سخنة، وهقلب الصلصة مع الشوربة، وهحط نصها هنا ونصها هنا. مستوى المحشي، ريحته جميلة جدا، والحلة التانية. ويا رب الوصفة تعجبكم وتعملوها.